في المبنى الجديد لمجمع المحاكم في محافظة الخليل، وهو مبنى جاءت فكرته لتكون كل المحاكم في محافظة الخليل موجودة في مكان واحد. لذلك قبل يعني سنوات بدأ العمل في هذا المجمع، وهو الآن في لمساته الأخيرة. اليوم المجلس القضائي الأعلى يقوم بتنظيم هذه الجولة للصحفيين وأيضا للمحاميين لتعريفهم بحيثيات هذا المبنى ومرافقه، وأيضا جولة فيه وكيف سيتم العمل فيه. لنتعرف على هذا المبنى دعوني أستضيف السيد شريف القواسم، وهو مدير عام الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بك. أهلا بحضرتك. أهلاً. يعني تعرفنا عن المبنى بشكل عام وفكرته والهدف من وجوده أصلا وأيضا مرافقه. أهلا بحضرتك. طبعا في إطار خطة مجلس القضاء الأعلى بإيجاد بيئة ملائمة للتقاضي، يعمل مجلس القضاء الأعلى في السنوات الأخيرة على إيجاد مباني ملائمة لعملية التقاضي. هذا المبنى بحمد الله بعد عدة سنوات تم تجهيزه، هو الآن جاهز، يعني أنه إن شاء الله رح نعمل فيه ابتداء من يوم غد. مجمع محاكم الخليل الجديد تم تمويله من قبل أصدقائنا في الحكومة الكندية وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة. اليوم احنا عاملين جولة للصحفيين وللمحامين للاطلاع على مرافق المحكمة. طبعا هذا المجمع يشمل محكمة صلح وبداية الخليل وجميع المرافق الخاصة بهذه المحكمة من دوائر عدل وتبليغات وتنفيذ وجميع المرافق اللي بنص عليها القانون التي تتبع لهذه المحكمة. المبنى اليوم جاهز بشكل نهائي. غدا يوم الأحد اللي هو 16 الأول من يناير 16/1 هو اليوم العمل الأول لهذا المبنى. كل الأطراف ذات العلاقة اليوم مدعوة، رح نطلعها على جميع المرافق في هذا المبنى لأنه بكرة يوم العمل الرسمي الأول. طبعا هذا المبنى يحتوي على مرافق كثيرة، مساحته الإجمالية تقدر بحوالي 16,000 متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة اللي موجودة اليوم. يعني الأنظمة الموجودة في هذا المرفق القضائي يعني لأول مرة توجد عندنا مثل هذه الأنظمة. إن شاء الله هذه الأنظمة راح تساعد في عملية التقاضي، مناسب لجميع الأشياء، كان يعني ذلل عقبات كثيرة لم تكن موجودة من السابق. بالنسبة لتواجد المواطنين في هذا المبنى والدعاوي القضائية وكل هذه الأمور أيضا، سهل هذه العملية على المواطنين؟ نعم صحيح. يعني إحنا في المرافق السابقة كنا نعاني من أشياء كثيرة خصوصا تتعلق بجمهور المتقاضين. إحنا اليوم في عنا مداخل خاصة بالموقوفين على سبيل المثال لضمان حماية الموقوفين، سيارة الموقوفين لها مدخل خاص. طبعا الموقوفين في أمان، اليوم بصل لمكتب التقاضي بدون أي إشكال، له مكان خاص، المحامين لهم مدخل خاص، السادة القضاء لهم مدخل، في مداخل عديدة، في 8 مصاعد بخدموا مرافق هذا المبنى. هذا يعني كان مشاكل كثيرة قدرنا نتجاوزها في هذا المرفق الجديد. شكرا لك أستاذ شريف القواسم، المدير عام الشؤون المالية والإدارية في المجلس القضائي الأعلى. إذن يعني مشاهدين الكرام، سنكون في جولة مع المجلس القضائي الأعلى في هذا المبنى للإطلاع على كل مرافقه وتفاصيله، وسنعد تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع لنشرات الأخبار القادمة. إليك مي.